بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لتبين للناس
تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.